إعطاء انطلاقة إن شاء الله لسنة نتمنى أنها تكون مكللة بالنجاح، خاصة أننا شفنا أبنائنا وبناتنا المتربصين والمتربصات كلهم وعي وكلهم جد وكلهم عزم على أن يكلل هذا التكوين بالنجاح. كذلك تشرفنا بإعطاء أول اعتماد لمدرسة خاصة على مستوى ولاية ولاد جلال داخلة للمشاركة وكذلك المرافقة هذه المؤسسات التكوينية. هذه الدورة هو الإمضاء على الاتفاقية مع مديرية المجاهدين. من خلال هذه الاتفاقية سوف يتم التكفل بكل النشاطات التاريخية وإحياء مختلف الأيام الوطنية التاريخية من طرف إطارات مديرية المجاهدين وكذلك مجاهدي المنطقة.